ظل أزمة حكومية في لبنان وأزمة مصيرية في المنطقة، ماذا يقول العماد ميشيل عون عن المرحلة المقبلة؟ كيف سيجمع التكتل بين بقائه في الحكومة ومعارضته لها؟ ما هي مشكلته الحقيقية مع الرئيس ميقاتي؟ وهل الخلاف مع رئيس الجمهورية عنوانه التعيينات المسيحية أم أبعد من ذلك؟ لماذا لا يبدو منسجماً مع كل حلفائه؟ وكيف ينظر إلى الأزمة السورية وتطوراتها؟ جورج صليبي يستضيف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون ضمن الأسبوع في ساعة الأحد 9:30 مساء على الجريدة.